الحكومة تستهدف معدل نمو 3.5% وتوفير 700 ألف فرصة عمل. حزمة دعم أوروبية لمصر مشروطة بإنجاز الدستور. وأمسية غنائية مع الفنانة غادة رجب. هنا العاصمة مع لميس الحديدي. مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده وهنا العاصمه. دي حلقه نهايه الاسبوع، والنهارده حلقه غنائيه بامتياز مع صوت جميل كرم مؤخرا في مهرجان الموسيقى العربيه بدار الاوبرا، غاده رجب. صوت رائع هنسمعه النهارده. غاده اطلقت منذ قريبا يعني سي دي ليها اسمه صورتي، والحقيقه غنوه صورتي نفسها غنوه جميله جدا، وغاده هتغني لنا كل اللي انتوا عايزينه. عايزين نخرج شويه من حاله الكآبه، زي ما كنا بنتكلم مع دكتور مجدي يعقوب امبارح، ان لازم نخرج ولازم يبقى في حاله من الفرح حتى لو مؤقت عشان نقدر نكمل ونستكمل حياتنا. لكن سريعا خلوني اقول لكم مجموعه من الاخبار في مقدمتها. النهارده الحكومه قدمت ولاول مره بمناسبه مرور 100 يوم على تكليفها بالوزاره حكومه الدكتور هشام قنديل، ذهبت الى السيد الرئيس بكامل تشكيلها وقدمت برنامج الحكومه على المدى القصير والمتوسط والبعيد. الحقيقة أن في مجموعة من الملامح من هذا البيان خلوني أقوله لكم سريعا قبل ما نسمع جزء منه. أن الحكومة تستهدف في المدى القصير، يعني بنتكلم في العام المالي الحالي 2011-2012 معدل نمو 3.5%، العام المالي القادم اللي هو 2012-2013 بتستهدف الوصول ل 4.5%. اتكلمت على فرص عمل حوالي 700 ألف فرصة عمل بنهاية العام الحالي، وده طبعا علامة استفهام كبيرة، منين هتحقق 700 ألف فرصة عمل. اتكلمت ايضا على استثمارات محلية واجنبية تبلغ 167 مليار جنيه. انا برضو مش عارفة الحقيقة هنا، وقفت قدام هذا الرقم 167 مليار جنيه، من اين ستوفر هذه الحكومة هذه الارقام؟ منهم 100 مليار جنيه مشروعات حكومية، منهم 100 مليار يعني من استثمارات الحكومة، عفوا 267 منهم 100 استثمارات للحكومة. هل الحكومة لديها في الموازنة 100 مليار جنيه للاستثمارات، ولا هي بتقدر الأراضي مثلا اللي هي بتدخل بيها بأنها استثمارات، بتقدر المساهمات مثلا لما تدي كهرباء أو تدي غاز أو تدي انفراستراكشر أنها استثمارات؟ ده الحقيقة سؤال أنا مش قادرة أجيب عليه. أيضا اتكلمت على توفير 20 مليار جنيه للموازنة العامة من جراء محاربة الفساد، برضو من غير الواضح هي هتقدر توفر ازاي 20 مليار من محاربة الفساد، ده محتاجين نفهمه. اتكلمت ان 8 ل 10% من هذه الاموال من ال 20 مليار دول هيذهبوا الى اللي هم من الاصلاح المالي، هيذهبوا الى قطاعات التعليم والصحة والزراعة. اتكلمت ايضا على منظومة الدعم، وقالت ان هو فورا وخلال ايام من المتوقع رفع الدعم كاملا عن بنزين 95، وده بنتوقعه من يوم للتاني، وده بنزين الحقيقة رسالة اكتر ما هو قيمة. يعني لو كان بيوفر للموازنة 55 مليون جنيه، وده رقم يعني مش كبير، الا انه يعطي اشارة واضحة ان الحكومة لا تدعم الاغنياء. من الواضح ان خلال، وده اللي اعلنته الحكومة، من خلال 5 ل 6 اشهر هيكون هناك رفع طبعا
كان في بطاقات خلاص البوتاجاز ابتدى يتوزع بالبطاقات التموين، لكن ايضا هيكون في دعم كميات محدوده لاستهلاك البنزين والسولر بالسعر الحالي، هيكون في دعم محدود. هيبقى هنرجع لما قاله السيد وزير البترول من قبل ان هيبقى في كوبونات بتوزع، اللي عنده 1600 سي سي هو ده اللي هياخد بنزين سواء 90 او مشتقاته الاخرى مدعوم، والباقي لن ياخذ هذا الدعم. اللي عنده سيارات اكتر من كده بالسعه اللتريه اكبر من كده مش هياخد هذا الدعم. ولكن لم تحدد البيونة الحكومة في بيانها متى سيتم تطبيق هذا النظام الجديد. يعني احنا متفقين على بنزين 95، متفقين على توزيع البوتاجاز بالبطاقات التموين، وده اللي جاري دلوقتي، لكن لم تفصح الحكومة عن تفاصيل رفع الدعم عن باقي مشتقات البنزين. كمان لم تفصح بالتفصيل عن الضرائب، يعني هي اتكلمت عن إصلاح ضريبي وضريبة تصاعدية. اللي عرفناه وأعلن من قبل ان في شريحة واحدة اللي هي من مليون لشريحة الدخل، الضريبة على الدخل من مليون لعشرة مليون جنيه، ده الشريحة اللي هي ستزيد عليها الضرائب ب 22%. هنناقش تفاصيل باقي تفاصيل هذا البيان، لكن أهم ما فيه أن الحكومة تستهدف 3.5% معدل نمو هذا العام، العام المالي اللي بينتهي في يونيو المقبل، بتستهدف توفير 700 فرصة عمل، برضو 700 ألف فرصة عمل، وده برضو في العام المالي بينتهي يونيو القادم. بتتكلم على استثمارات ضخمة، بتتكلم على 100 مليار جنيه من الاستثمارات ستوفرها الحكومة، دي استثمارات الحكومة القادمة. ده برضو سؤال، من أين ستوفر هذه الأموال؟ خلونا نشوف جزء من بيان الحكومة ونرجع نسمع آراء الخبراء حول ذلك. الخطة بتعرض مجموعة من الإجراءات، إجراءات هدفها الأساسي إيصال الدعم لمستحقين. نتفق جميعا أن الدعم حاليا لا يصل إلى مستحقيه، بل على العكس، أنا أؤكد أن الدعم بالنظام الحالي يبقي الفقير فقيرا ولا يستطيع أن يخرج من دائرة الفقر اللعينة. نريد أن نخلق الإجراءات والمناخ المناسب للجذب الاستثمار، لأن هو دوت أحد ركائز التنمية في المستقبل. التنمية في هذه الخطة تختلف عن سابقا كان المتوقع أن تكون التنمية يعني تحدث ثم تتساقط ثمار التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية. في هذه الخطة حرصنا أن تكون التنمية والعدالة الاجتماعية وجهان لعملة واحدة. بنأمل السنة دي إن شاء الله أن نحقق معدل نمو اقتصادي من 3.5 إلى 4%. نريد أن نضع استثمارات 267 مليار جنيه، القطاع الخاص يساهم فيه 167 مليار جنيه، القطاع الحكومي أو الدولة بتساهم 100 مليار جنيه. نهدف أيضا إلى خلق 700 ألف فرص عمل حقيقية على الأرض. تلك الفرص العمل حددناها ونتابعها يعني كل أسبوعين حتى نتأكد أن هناك تقدم في سير العمل الأمام في ذلك. بنسعى على شرطة عصرية تطبق القانون وتحترم حقوق الإنسان. ده جزء من بيان الحكومة. يمكن من أهم الأرقام أيضا اللي ذكرها البيان أن معدلات البطالة وصلت إلى 13%، وأن معدلات الفقر وصلت إلى 25%. إذن ربع المصريين فقراء، ربع المصريين فقراء. خلونا نسمع آراء السادة المتخصصين. الدكتور محمد جودة المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة، مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير. اهلا وسهلا، اهلا بك. يعني راي الحزب ايه في، او اللجنه الاقتصاديه بالذات، يعني في بيان الحكومه اليوم؟ يعني بدايه نحن في الحزب سنستمع غدا ان شاء الله لمناقشه ودراسه بيان الحكومه، وبالتاكيد سيكون لنا راي رسمي يعبر عن رؤيه الحزب بشكل رسمي، ولكن يعني استطيع ان اعبر بشكل شخصي الان من خلال قراءه سريعه لبرنامج الحكومه اليوم عن بعض الاشارات التي استطيع ان استخلصها من بيان الحكومه والبرنامج الاصلاحي الذي اعلنته اليوم. اتفضل. بدايه، لاول مره هذه الحكومه تقدم للمواطن المصري رؤيه محدده وواضحه وشامله لبرنامجها الاصلاحي في الفتره القادمه، وهذه اشاره ايجابيه جيده. نستطيع ان نقول ان الحكومه قد بدات يعني تعلن عن خططها بشكل شفاف وواضح للمواطنين. الأمر الثاني، إن لأول مرة نرى إن الحكومة قد بدأت تتبنى البرنامج الرئاسي للدكتور مرسي،
لان من خلال قراءتي للبرنامج اليوم استطيع ان اؤكد ان اكثر 90% مما تم تضمينه في برنامج الحكومة اليوم مستقى من البرنامج الرئاسي للدكتور مرسي، وهذا ما طلبنا به منذ البداية، أن الحكومة الحالية باعتبارها بتمثل رئيس الجمهورية المنتخب أن عليها من البداية أن تتبنى البرنامج الرئاسي وأن تلتزم بتطبيقه. الأمر الثالث أو الإشارة الثالثة أن لأول مرة أن الحكومة تلتزم أمام الرأي العام والشعب المصري بأهداف محددة، سواء كانت محددة كميا أو زمنيا، وبالتالي أصبح الحكومة الآن لديها أهداف التزم بها أمام الشعب، ونستطيع أن نحاسبها على تحقيق هذه الأهداف في المواعيد والجداول الزمنية التي أعلنتها. كل هذه إشارات إيجابية من البرنامج الذي أعلنته الحكومة اليوم، ولكن طبعا الرأي الرسمي للحزب سننتظر. طيب، هل الحزب تقدم بتقييم للحكومة أو لأداء الحكومة لدكتور مرسي؟ هذا غير صحيح للأسف. هذه الأخبار يعني تم إذاعتها في كثير من المواقع، وهذا كان غير صحيح، وأعتقد أن الحزب نفى هذا تماما. نحن لم نتقدم بمثل هذا للدكتور مرسي. إذن غدا التقييم الرسمي لحزب الحرية والعدالة لبرنامج الحكومة. بشكرك دكتور محمد جودة، لكن واضح من الكلام أنه على الأقل بالرأي الشخصي للدكتور جودة أنهم راضون عن ما قدمته الحكومة، وهي حكومة الرئيس طبعا والرئيس أساسا من الحرية والعدالة، وبالتالي هم راضون وبيقولوا أن ده بيطبق برنامج الدكتور مرسي. معنا دكتور إيهاب. طيب، معي على الهاتف أيضا الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات. دكتور إيهاب، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا يا لمي. قراءة أولى لبيان الحكومة، كيف ترى؟ هل يحقق طموحات؟ هل يكشف عن عمل لإصلاح اقتصادي حقيقي؟ في الحقيقة أنا في رأيي أن هذا البيان مخيب للأمال. ليه مخيب للأمال؟ لأن البيان في الحقيقة بيضع أهداف فقط دون إجراءات محددة، واعتقد ان هو بعد المعارضة الشديدة والمطالب الكبيرة من جموع الشعب ومعارضتها للحكومة وادائها الضعيف، كان متوقع ان الحكومة تقدم خطة متكاملة. خطة متكاملة بمعنى ان يكون فيه خطة على مدى 5 سنوات، خطة قصيرة على مدى سنة، خطة اقصر حتى على مدى 6 شهور، والخطة تتضمن اهداف واجراءات. في الحقيقة في بيان الحكومة أنا شايفها كلها أهداف وأهداف عامة. يعني مين مختلف اللي احنا عايزين نحقق أهداف الثورة، أو عايزين نحقق العدالة الاجتماعية، أو عايزين نزود الاستثمارات؟ هذه أهداف سهلة جدا أي مواطن عادي يقولها ويطلبها. الفرق بين وبين الحكومة إن الحكومة بتحط أهداف بأرقام، وبتحط إيه الإجراءات أو القرارات التي سوف تتخذها لتحقيق هذه الأهداف. أنا لم أجد في البيان سوى قرار واحد أعلنوا عنه، اللي هو رفع الدعم عن بنزين 95. بخلاف هذا لا أعتقد إن في إجراء محدد أعلنوا عنه. طب كيف ترى فكرة ال 276 ولا 67 مليار جنيه استثمارات؟ أنا وقفت قدام الرقم ده، يعني ألا تشعر إنه رقم مبالغ فيه شوية دكتور؟ لا هو مش رقم مبالغ فيه، هو ده الرقم الاستثمارات اللي اوريدي موجوده من قبل الحكومه والقطاع الخاص عبر السنوات الماضيه والمتوقع خلال هذا العام، وهذا رقم بالعكس يعتبر ضعيف، لان بيحقق لنا معدل نمو اقتصادي في حدود ما بين 2% الى 5%. المتوقع ان احنا عشان نعمل تغيير جذري ان احنا نحاول نزود هذه الاستثمارات الى الضعف. هذه الاستثمارات عشان تزيد الى الضعف معناها ان انا لازم اعمل اجراءات جديده لتشجيع القطاع الخاص المحلي ولتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبيه، لان لا يمكن الاعتماد على الاستثمارات الحكوميه في الحقيقه الا في بعض المشروعات الكبرى. طيب، لكن عشان اشجع القطاع الخاص لازم اعلن عن اجراءات محدده، من تبسيط اجراءات الاستثمار، اي اجراءات تجذب هذه الاستثمارات. طيب، هو دكتور انديل قارن ما بين نظريتين اقتصاديتين، ما بين نظريه تساقط النمو طبعا دي اللي كانت بتتبعها الحكومات السابقه دكتور يوسف بطرس غالي وحكومه دكتور نظيف مثلا، وبين نظريه العداله الاجتماعيه، وقال ان احنا هنخلي العداله الاجتماعيه هي هدف رئيسي في البرنامج. هل ده واضح من هذا البيان؟ لا، في الحقيقة مش واضح من هذا البيان كيف نحقق العدالة الاجتماعية، لأنه في الحقيقة لا يوجد تعارض ما بين تحقيق معدل النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. إذا كان في ظل النظام السابق كان بيحقق معدل نمو اقتصادي معقول إلى حد ما ومفيش عدالة اجتماعية، ليس معنى ذلك أن هذه هي النظرية الاقتصادية أو ده اللي بيحدث في الدول كلها. الأصل في الأمور أن أنا بحقق معدل نمو اقتصادي بيصحبه توزيع عادل إلى حد ما للدخل، فده بيحقق العدالة الاجتماعية.
لكن في مصر وضع استثنائي، ان احنا بعد ثوره يجب ان يكون في اجراءات جذريه واجراءات جديده عشان نحقق بيها العداله الاجتماعيه، وهذا لم يتحقق. على الاقل الضريبه التصاعديه اللي اعلنوا عنها في الحقيقه تبدو في مظهرها ان احنا عملنا ضريبه تصاعديه واستجبنا لمطالب الناس، لكن هي ليست ضريبه تصاعديه، دي ضريبه الفروق بين السعر منخفضه جدا والشرايح واسعه جدا، فهذه ليست ضريبه تصاعديه. أشكرك دكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، ومعي أيضا الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. دكتورة هالة، كيف قرأتي بيان الحكومة؟ دكتورة هالة. أيوة كيف قرأتي بيان الحكومة يا دكتورة؟ أهلا جميل. الحقيقة أنا طبعا قرأت قراءة سريعة لبيان الحكومة، والبيان طبعا ليس به تفصيلات، يعني البيان هو يعني رؤية عامة أو تقسيم لمجموعة للخطة على مستوى قصير المدى ومتوسط المدى والطويل المدى. الحقيقة يعني القراءة العامة للبيان هو البيان نفسه بيان متسق في رؤية متكاملة كتصور أو رؤية عامة للحكومة عايزة إيه الفترة الجاية، ولكن طبعا يعني الحقيقة في بعض التحفظات على بعض الأمور. الحاجة الأولانية يعني لما نبدأ كده حتى في الخطة بأجزائها الثلاثة، الخطة قصيرة المدى، بلاقي على طول راحوا متكلمين على في مدى سنتين هنحقق الانتعاش الاجتماعي، وده الحقيقة هنا يعني أنا متحفظة جدا على هذا اللفظ، لأنه إحنا في مرحلة فيها ضغط شعبي، فيها مطالب كثيرة، وفيها رفع لا يعني سقف توقعات المواطنين. فطبعا يعني كلام عن انتعاش اجتماعي يتحقق في خلال سنتين، طبعا ده يعني لفظ مبالغ فيه. بالإضافة أنا طبعا الحقيقة هنا كنت أفضل إن احنا نتكلم برضو على بعض الكويك فيكسز على مستوى السنوات، يعني بعض الأمور التي يمكن معالجتها وتحقيق عدالة اجتماعية خلال نهاية العام، فيبقى على الأقل هناك بعض الأمور اللي احنا بنحققها، زي ما تفضل السيد رئيس الوزارة إن احنا هدف الحكومة العدالة الاجتماعية، وإن احنا بنبص للتنمية والعدالة الاجتماعية وجهين لعملة واحدة، فده طبعا شيء طيب جدا، ولكن ما قاليش هنعمل ايه بقى في هذه الجزئيه وكيف نحقق. طيب رقم الاستثمارات يا دكتوره بصيتي له ازاي؟ كيف نظرتي اليه؟ حضرتك انا النهارده برضو مش شايفه، احنا لما اتكلم النهارده على حجم استثمارات واتكلم على 100 مليار للاستثمارات الحكوميه، انا ما شفتش خالص في بيان الحكومه، طبعا قريته قراءه سريعه قد يكون يعني مش واضح بالنسبه لي، ولكن لم اجد اي دور للقطاع الخاص. احنا النهارده بنتكلم اذا هناك تراجع، بنتكلم على استثمار محلي واجنبي ومحلي حكومي وخاص 267 مليار. طيب ما هو بيقول ان 100 للحكومه و 167 للقطاع الخاص المحلي والاجنبي، وده طبعا رقم هنا احنا بنتكلم على نسبه عاليه للاستثمارات الحكوميه، مش عارفه هيحققها ازاي، وخصوصا اذا ربطتها النهارده بالرقم اللي هو بيتكلم عليه وهو 800,000 فرصه عمل. طبعا توفير فرص العمل ده هو الموضوع المحوري، يعني توفير فرص عمل وتحقيق ده اللي هيضمن لي تحقيق معدلات نمو مرتفعه، ان انا يبقى عندي فرص تشغيل، ولكن لازم النهارده بنتكلم على ازاي هيتم فرص التشغيل في اي قطاعات. لكن انا بالنسبه لنا مفيش اي وضوح في هذا المجال. النقطه الثانيه برضو اللي عايزه اتكلم عليها، برضو في اشاره في البيان الى الضريبه التصاعديه، وقد يكون بعض الزميل الدكتور ايهاب حتى سابقا اتكلم على ان الفروق ان الضريبه بتفرض على معدلات مرتفعه جدا من الدخل، وقد لا تحقق العائد المطلوب ان احنا نحققه لما بنتكلم على ضريبه فعلا ضريبه تصاعديه. ولكن احنا برضو انا هنا الحقيقه شايفه لا، يعني ان الاتجاه الى فرض الضريبه على الشريحه العاليه هو اتجاه حميد، لان احنا النهارده بنتكلم على يعني انت بتتكلمي على محتاجه انك تشغلي الاقتصاد، محتاجه ان انت تنشطي الطلب. فهنا بقى كان لازم ان انا لما بتكلم عن العداله الاجتماعيه كان لازم ارفع حد الاعفاء الضريبي. انا ما شفتش مع فرض هذا حد الاعفاء الضريبي بالذات للطبقات الدنيا، يعني اللي طبعا ما انا بنتكلم عن اللي هو من 5000 لكذا، من 5000 ل 9000، الحكومه اتكلمت على 5000 ثم اتكلم الوزير الماليه على 9000 جنيه. لا انا شايفه النهارده 9000 جنيه دي يعني اقل من 1000 جنيه في الشهر او اقل من 800 جنيه، لا احنا محتاجين ان يكون هناك نرفع حد الاعفاء
الى 12000 جنيه او 15000 جنيه. بشكرك دكتوره هاله السعيد عميد كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه على هذه النظره السريعه. الحقيقه انا وقفت قدام نقطه اخرى قبل ما نسمع راي الناس، انا وقفت قدام نقطه اخرى وهو انه كان في منشط النهارده للاهرام بيتكلم على 46 مليار جنيه استثمارات. انا قعدت اسال هي فين ال 46 مليار جنيه استثمارات اللي بيتكلم عليها دكتور قنديل؟ عرفت لقينا بقى 46 مليار جنيه. قال لك ان الحكومه وفقت اوضاع 47 شركه استثماريه كانت معطلة لعدة أسباب مما أدى إلى تعطيل 46 مليار جنيه من الاستثمارات و 130 ألف فرصة عمل. إذن هذه ليست استثمارات جديدة، الأرقام دي مش أرقام جديدة، دي أرقام استثمارات كانت موجودة من أي وقت النظام السابق. دي استثمارات كانت عندها مشاكل، طلع عليها قضايا، كان فيها بعد الثورة حصل وقف ليها لأن كان في فروق أسعار، اترفع عليها بلاغات. إذن هذه استثمارات عطلت بعد الثورة، هذه استثمارات كانت موجودة ومن النظام السابق وعطلت بعد الثورة وبالتالي حلوا مشاكلها. لكن ما اقدرش اقول ان دي استثمارات جديدة بتضخ، يعني ما اقدرش اخد ال 46 دي واحطها وسط مثلا الاستثمارات رقم الاستثمارات اللي بيتكلم عليه الدكتور قنديل. ما ينفعش يعني احنا عايزين يا حكومة لما تيجي تكلميني عن استثمارات جديدة تتكلميني على الاستثمارات الجديدة، جرين فيلد حاجة جديدة، فلوس وضعت منذ رئاسة الدكتور مرسي او منذ حكومة الدكتور قنديل، هو ده اللي انا افهمه استثمارات جديدة. لكن تقول لي ان كان في استثمارات، يعني حتى المصنع اللي اتفتح طلع في الدخيلة كان استثمار قديم، ماشي، لكن ما مش ممكن نضيف كل الجهود القديمة ونقول ان دي استثمارات جديدة، لا ده ما ينفعش، ده كده احنا مش بنكلم بعض بلغة سليمة، احنا عايزين نتكلم على استثمارات جديدة، وال130 فرصة ألف فرصة عمل دي ما ينفعش برضه نحطهم ضمن ال700 ألف ولا إيه؟ ولا احنا هنحط زيد على عبيد ونقول اللي هو ده اللي عملناه؟ لا، احنا عايزين نشوف ما هي الاستثمارات الجديدة اللي انتوا جذبتوها، مش القروض، مش الودايع، مش المنح، أنا بتكلم على استثمارات يعني FDI جديد، استثمارات أجنبية أو محلية جديدة، هو ده اللي بنطلب. طيب يعني هنشوف كيف ستطبق الحكومة هذا البرنامج، لكن نسمع الأول رأي الناس. يا ترى الناس حاسة بالكلام اللي بتقول عليه الحكومة دي ولا لسه لم تشعر بيه؟ مئة يوم مرت على تشكيل الحكومة المصرية برئاسة الدكتور هشام قنديل، وتواجه الحكومة الآن امتحان تقييم أدائها خلال هذه الفترة، بين من يرى أن هناك تحسنا في الأداء الحكومي لكنه ليس الأداء المنشود، وناقم على استمرار الحال وتدهوره إلى مزيد من المعاناة وعدم تحقيق إيجابيات ملموسة يشعر بها المواطن المصري. مفيش أبدا علاقة بين الحكومة وبين الشعب، ما فيش حاجة اسمها ان الحكومة في وادي، يعني احنا مش لامسين حكومة اصلا. في تحسن ما، بس مش هو التحسن المفروض يبقى موجود. يعني شوف سينا عاملة ازاي، نقول لك في خدمات ايه. التحسن موجود بس مش زي الناس ما كانت عايزة. لسه بنعاني في الانبوبة، بنعاني في رغيف العيش، بنعاني في المواصلات، بنعاني في المرور. انا اسف ان انا اقول ان احنا العيب فينا احنا، المفروض نبدا احنا، مش كل حاجة على الحكومة. لا هو في تحسن بصراحة، بس هو تحسن بطيء شويه مش اكتر من كده. بالنسبه للازمات ما زالت موجوده، مرور، بنزين، ما زال موجود الحاجات دي. اللي تصلح حاجات بسيطه جدا مش حاسين بيها اصلا كمان. الخبراء الاقتصاديون اكدوا ان الحكومه لم تقدم حلولا لمسلسل الازمات التي يعانيها الشعب المصري بسبب عدم قدرتها على فرض سيطره حقيقيه على الشارع، اضافه الى تضارب تصريحات الحكومه بين الحين والاخر. هناك تضارب في التصريحات، يجي مثلا رئيس وزراء يقول حاجه، يرجع وزير الماليه يقول حاجه عكسها، يرجع وزير البترول يقول حاجه ثالثه، فطبعا ده بيعمل مشاكل. النهارده بعض القرارات اللي اتخذت في الشارع زي غلق المحال الساعه 10، النهارده حضرتك عشان تقفل المحل دوت او تقفل المحلات دي كلها لازم تقعد مع الغرف التجاريه ولازم تنسق معاهم وتنسق مع القوى السياسيه والاحزاب وتفهم الناس ان ده في مصلحتهم عشان يقبلوا بيه. ورغم ذلك يبقى المواطن المصري في انتظار تحقيق الوعود المكدسه على طاوله الحكومه، والتي ابرزها تحسين مستوى الخدمات واتاحه فرص عمل جديده لمواجهه طابور البطاله وتحقيق العدالة الاجتماعية التي باتت الحديث السياسي للمصريين الذي لا ينتهي. هشام الرباط، هنا العاصمة.